جيت استجلب ماي والله عيب على الحكومة. فأنا واحد من الناشطين البصرة المستقلين أقول هذا الشيء جاي يسوي الحكومة مو مدافع، يعني أنا أقول تريد تخمد المتظاهرات، لا ما تخمد، هاي ثورة جياع، ثورة ناس مظلومة. استذكر دماء الشهداء الطاحت، نحن طلعنا طالبنا بحقوقنا، طلعنا على حق، ما طلعنا على باطل، طاهرنا وطالبنا بحقوق شرعيه، الحقوق ابسط الحقوق اللي جاي نطالب بها متوفره للحيوان في دول الغرب دول الخارج، احنا جاي نطالب 2018 طالب ماي شرب ماي صالح للشرب. Oh.